هذه العصبية عند سلامة ما تنفع وما تعطي نتيجة. أكيد مص الإبهام من أسوأ العادات عند اليهال، لكنها سلوك شائع، وفي معظم الأحيان تتوقف عادة بين عمر السنتين وأربع سنين. في البداية مص الإبهام ما له أثار سيئة على الأسنان اللبنية في وقت النمو اللي بعقب تتساقط، لكن المشكلة تظهر إذا الطفل كمل بهالعادة، فتنعكس سلباً مع ظهور الأسنان الدائمة بين عمر الست والثمان سنين. الصراحة يا سلامة ما أقول لك عنها مجن امبوسيبل، لكن يبالها طولة بال، والبداية بتشجيع الطفل ومكافأته لما ما يمص إبهامه. وأيضاً عندك في الصيدليات طلاء أظافر ذو طعم كريه، وبالحالات القصوى هناك قفازات خاصة الإبهام يكون فيها كبير، أو طبيب الأسنان يوصي بجهاز خاص اسمه حارس الفم، ونسبة فعاليته بمنع مص الإبهام تصل إلى 90%. الطفل ممكن يحتاج لأربع أشهر لوقف هالعادة، فلازم الأهل يكونوا صبورين معه، وعساكم دوم بصحة وسعادة.